ترى هذا قنبلة ثانية قنبلة معك. يب جعني شد جعني شد يخرب بيتك. السلام عليكم، جبت لكم لعبة ثانية من العاب الفي ار. اللعبة ذي شفتها في اليوتيوب برضه نفس الحاجة عجبتني وقلت خلينا ننزل لكم اياها. فكرة اللعبة بسيطة، انك انت عميل في شركة تأمين، اللي تسويه انك تنقذهم في اخر لحظة، فيعطوك مهمات مختلفة وانت لازم تحاول انك تنقذهم. اتوقع كذا كفاية في شرح، ومع المهمات اللي بنلعبها راح تفهم اللعبة اكثر. اسم اللعبة جست ان تايم، يعني معناها في الوقت المناسب، وراح احط لكم رابط اللعبة تحت في الديسكربشن. هذا ضعيف خطأ هذا بيقتله، أنا لازم أنقذ هذا وأقتله متوحش هذاك يا وحش يا قليل أدب. شنو اللي عليك تسويه سهل؟ تجي تقول له بابا لا سكين خطر، سكين خطر، أوكي؟ أنا تروح عند هذا أوكي خلاص وقفنا. ما تقتل الناس اهلك ما ربوك. طيب يقول لك هنا انقذ الزعيم رون كلام، يعني قصته دونالد ترامب. يا الله وش الزمن ده اللي يخليني انقذ هذا الانسان. الله وش نسوي، بس الرزق بعض الاوقات تحتاج رزق، تعرف تحتاج ترزق، يعني لازم ترزق. تقدر تمسك السطر بعلمك وتحول مرضانا على الشخص اذا مو عاجبك. والله تخسرت عقب، والله تخسرت عقب. انقذك يا حيوان، تعال في دم عليك. شكرا انت تعال. ايه يا اخي سويت الواجب، قتلت المتوحش هذا المفروض اللي يموت. اوكي خلاص 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 خلاص، ما عليك بس الزمن غدار. انا اخوك الزمن غدار. هذا الثانية بصراحة، هذا الثانية. المهمة هذه يقول لك ثلاثة رجال زرق لازم امشيهم واوصلهم للجهة الثانية، ولازم احميهم في نفس الوقت. ثلاثتكم معاه، يلا يلا يلا. اوكي من هنا كويس، هنا كويس. لا تطلع علي يا ولد. اوكي عندي قنبلة هنا. ها وي وراحت بعيد. في قنبلة ثانية، في قنبلة ثانية. انا قنبلة صباح اليوم، والله راح البيت، والله من القهر رميتها بدون. سكينة شو تسوي؟ دقيقة استنى، مو وقتك، مو وقتك، مو وقتك اليوم كله. والله صاروخ جاي، خلاص هذا ميت. دقيقة خلينا نشوف نقدر نمسك الصاروخ. استنى لا تحت هذه. تفجرت يا عيال، شفتوا؟ فجرت لكم اياها يا عيال. ايش بكم سحبتوا علي؟ والله سويت شغل، مسكت صاروخ في يدي. احد يقدر يسوي هذا الشيء؟ سوبرمان ما يقدر يسوي الشيء ذا. واحد من هذول الأربعة، تعال انت شايفك انت يا راعي السكرين، واحد من هذول الأربعة عنده قنبلة، فاحنا كيف نسوي نعرف القنبلة؟ لازم نفتش ملابسهم، لازم شوف. مو تعري الموضوع، بس انه هذه في مصلحة الأمن والأمان. تعال انت عندك قنبلة يا ولد؟ ها؟ ما عندك قنبلة؟ انت النظارة ما في شيء؟ تعال انت عمي. طاقية ما في؟ ظهرك ما في؟ اوكي. انت جالس هنا ها؟ يبغى يبغى القنبلة. استهبل يا راس. بوم! عمو معليش. هذه بس فقط ايش؟ اجراءات امنية. لبسك الداخلي حلو.
مره مع حق الايس كريم ترى مو حلو كذا مرتين. اح اح واو 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 تبعك القنبله. فيلم اكشن امريكي. قتلتك انت اول شيء. واو من غير اي ضحايا. شكرا شكرا. جيب ايس كريم ببلاش. ايه جيب انقطع حياتك. تعال جيمي بوند. جيمي بوند ولد عمد جيمس بوند عمره 31 سنه وباقي له ثواني عشان تموت في الليزر. يقول لك عندك سيف كاتانا حق لون الساموراي وعندك انا حق الوجه هذا التعرف على العيون عشان يفك البعض. نروح اول شيء زي كذا تاخذ السيف بس ما تكتب السيف مسدس. اوكي بعدين ايش تجي هنا ليه بس تتأكد من الجدار انه كويس تفلو راسه. السيف راح يا عيال السيف راح يا عيال. اقعد هيدشوت ياهو جيب الراس. انزل يا شيخ تكفى والله مره طيبت فوق. اي 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 فك الباب فك الباب فانقذ البنت استني جايكي باخر الثواني انقذتي. ايش رايك انفع اني امثل معاكم جيمس بوند فيلم بوند الجديد؟ ها اوكي اسكور وصلوا هذا من هنا الى الهليكوبتر حقه. طيب بس انا بس بتاكد انه بيجي جنبي عشان بفلم دحين بسوي لهم جاكي شان. هيا تعال انا احميك. فانوم فانوم الغشاشين والله وراك والله وراك سياره كبيره اقسم بالله حتكسرك. حرك نفسك بسرعه يلا يلا حرك نفسك اخوي حرك. انا سمعت واحد طلع اللي ورايا طلع طلع اللي ورايا شايفهم خلينا نتفاهم معاهم. ها يا عيال اهدوا لا ادردكم خش 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 خش. في مسدس هناك زف هذا مع سكينه سوي لك كذا. عندكم ايوه ار بي جي جاء من فوق نسيت امر الار بي جي. بوم لا والله مسكته. لا على حد بسرعه امشي يلا يا اخوي يلا يا هذا الدفع معك سكينة؟ غبي. لا تلعب فيها. لا لا. لا تخش فيها. لا تحطني. عند نفسي. قريبة ذي. اوكي. ها. ما ادري في احد عايش؟ امسك. الله لا احمي. سوف احمي بكل ما لدي. اجلس. يا رهيب السكينة وي. بسم الله. تعال تعال. تعيش ولا لا؟ تعيش ولا لا؟ خلينا نشوف. يلا بسرعة وراك قنبلة تحرك. يلا انت تعال قنبلة بسرعة قبل ما يوصل لك قنبلة. خلينا نشوف. انت كذا مرة عليك. والله مصدق يا اخي بلا دلع يا اخي. خلاص انت ملابسك ايه؟ والله شكله ضايع ملابسك. يمديني اشيل هذه؟ لا جند على نفسك. في احد باقي يا عيال؟ ايش فيكم مدوا بسرعة انتوا؟ والله مرة دلع زايد. هذه من المهمات الصعبة اللي جلست عليها فترة عشان أعرف أحلها. الحين حتشوفوا كيف الحل حقه حيكون خايس. هنلعب هنجي كذا. وين استنى؟ لا والله إني ضغطت بالغلط. استنى الحين ركبت واحدة ثانية. شيت.
وهذا الثاني بيقتل العجوز. ما ادري ليش يكون يقتلون العجائز. ليش ايش سووا لك عجائز؟ ايش مشكلتهم؟ ايش سووا لك؟ ايش سووا لك جد؟ مش سووا لك عمره 84 ما بقي الا كم يوم تعيش خلاص تموت. ليش ما تقتلها؟ يلا نعمل اكيد. لا تدب ولا كلمه. شو المهزله ذي؟ ها 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 هاي امشي من قدام يا قيل ادب. تعال مين قالك تلبس النظارة؟ مو انا فسخت النظارة حقتك؟ هاتيها اشوف ما يعرف انت تروح من غير نظارة ضاعت. اخر عني خلي نظارتك القبيحة يا قبيحة. ادب تعال انت ليش لابس نظارة؟ ما قلت انه ممنوع النظارات من مكتب عيال ولا ايش بكم؟ ها؟ ها؟ استقبال هو الشغل ولا ايش؟ جالسين احنا الشغل نتمشى في المكتب؟ مهزلة. في واحد لابس نظارة هناك. بدون نظارة، بدون الكلمات الدولية، بدون تيشيرت اسود، عندك مانع؟ ها؟ ايوه حسبت ايوه ما عندك شيء، ما عندك ترد علي، تعرف ليه؟ لأن أنا المدير. قلة أدب. فوضى والله. وكذا نوصل لهذا المقطع، إن شاء الله عجبكم المقطع، إذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك، وأيضاً اشترك بالقناة. ولا تنسوا ايضا تكتبوا في الكومنتس وش في العاب في ار حلوه ودكم تشوفونها على القناه ولا اني اجربها. اوكي كان معكم اخوكم عمران الحازمي، نشوفكم على الخير ومع السلامه.